مسلك الاقتصادي خرج عليا انا، ماشي غدمر لي حياتي، خرج عليا نهائيا. يعني انت في عمرك دابا 48 سنه فين غتتجه؟ واش 48 سنه مشيتي التحقتي بصفوف القوات المسلحه الملكيه، باقي صغير في اعز شبابك وكلها دوزتيها في الصحراء المغربيه، وكتعرفوا يعني معيشه الصحراء كيف ما هي. يعني حتى ولادك ما عرفتيهمش كيفاش كبروا، حتى والديك ما عرفتيهمش كيفاش كبروا. كنت نجي كونجي كنضرب 4 شهور 5 شهور كنجي هنا كونجي، ولادك في الاول ما كيسلم عليك حتى واحد، كلشي كيشوف فيك واحد الشوفه ما نعرف انت منين جيتيهم، ما كيولفوك على نهار ولا يومين عاد كيولفوك. كدوز معاهم 20 يوم ولا هذه كترجع بحالاتك عاوتاني، كتعيش في الغربه عاوتاني 4 شهور 5 شهور عاد كتجي. معكم نور الدين بوطاهر من مدينه تيف الجندي سابق في صفوف القوات المسلحه الملكيه. عندي مشكل الوحيد ديال السكن الاقتصادي مع واحد الشركه هنا في تيفلت في جزيئه ولا في جزيئه البساتين. في 2019 جيت عند المقاول ديال الشركه، سجلت عند درت ريزيرفاسيون ديال واحد الشقه، دفعت له 5000 درهم كتسبيق اولي و7000 درهم ديال السانسور، يعني اللي ما عطيش التوصيل ديالها حتى لشي واحد من هاد السكان ديال هاد الزئه هادي. 2020 شهر 1 2020 جيت لعندو هنايا، عطاني الموافقه باش نصلح الدار وباش ندخل الماء والضوء ونسكن فيها. سلمت ليه الشيك كسبيل الضمانه 245 الف درهم باش عطاني الموافقه، بقى داك الشيك عنده على سبيل الضمانه بالحضور ديال الكاتبه ديالو اللي هي راه طردها دابا ما بقاتش خدامه معاهم. في شهر 10 2020 درنا وعد بالبيع، وعد بالبيع باش ندفع انا للبنكه باش ناخذ السلف ديال السكن. المشكل اللي كان واقع عندي انا، كانوا عندي واحد الاقتطاعات السبب ديالهم بان كنت مشيت للكونطاجا في 2016 تجريده عسكريه في 2016 شهر 9 2016 ودخلت في 2017 شهر 3 2017. مي كنخرج للتجريده العسكريه لاي دوله فيها النزاع في اطار الامم المتحده حفظ السلام، كنوليو محسوب على المنطقه الجنوبيه باش كتزادنا ديك علاوات الجنوب. قضيت 6 شهور في الكونطاجا، دخلت للمغرب في شهر 3 2017، يعني عندي 6 شهور في التجريده العسكريه بالكونغو الديمقراطيه. ما توصلتش بهذيك علاوات الجنوب، بقيت حتى لشهر 12 2017، عاد دوزوا لي الرابيل كامل ديال ماشي غير ديال 6 شهور وانما ديال 15 شهر. من تما ديك العلاوه بقات كدوز كل شهر كدوز حتى وصلت 27 شهر. بداو لي روتوني، بداو الاقتطاعات. يعني ديك اللحظه فاش بداو الاقتطاعات انا كنت السيد درت معاه وعد بالبيع باش ندفع لابونك باش ناخذ شهاده الاجر هي الاولى، خاطر كيطلبوا مني ديك 3 شهور الاخرى لي تروا لو ريلوفي دي بونك الاخرين باش يشوفوا الراتب الشهري كيفاش داير. الراتب الشهري متقطع، يعني كل شهر كيفاش كيكون فيه الاقتطاع، ما كنجيبهمش بحال بحال، يعني الراتب ما ثابتش. باش نحصل على ستاسيون صالير حصلت عليها بمشقه الانفس، ما حصلت عليها حتى 2022 شهر 5 موقعه في 2000 شهر 5 2022. دفعت السلف باش ناخذ السلف ديال السكن، كيتم الرفض ديالو في شهر 11 2022 بان عندي اقتطاعات اخرى ما يمكنش انهم يعطيوني الكريدي. السيد في شهر 1 2023 كيدفع 17 بالضبط 17 1 2023 كيدفع الشيك للبنكة اللي كيرجع بدون رصيد. تما كيدفعوا المحكمة في 2023، تم الاعتقال ديالي في 2014 4 2023، يعني في رمضان. كنت هذيك الساعة أنا كونجي هنا كنت عطلة، تعيطوا لي من ليه قالوا لي بأن من تكن العسكرية عيطوا لي قالوا لي بأن راه الدرك جاو هنا كيسولوا لك على حساب شي شيك عاطيه لشي مقاول.
مشيت عند السيد هنايا باش نقوم بعمليه تسويه بيني وبينه، بدا كيطلب لي واحد المبلغ ديال 60,000 درهم. قال لك غادي تعطيها ليا، راه الدوله غادا ديها غاديها، وباش تبقى في الخدمه ديالك يعني، باش وتخوي ليا الدار، تخوي ليا السكنه ما نبقاش ساكن فيها. بقيت ما تمايا، ما دار معايا حتى شي حل، رجعت تم الاعتقال ديالي، مشات عنده الوالده والزوجه والاخ ديالي، مشاو لعندو تما، قال لهم حاشاكم بهاد العباره هذه، قال لهم هذاك راه ما يعطيو حتى كلب اللي كيدور في الزنقه. هذا واحد الخطاب اللي كيوجهو لواحد السيده اللي مشات عنده هي الام، اللي هي في عمرها 65 سنه. من تما رجع كلشي مدمر نفسانيا، صافي تم تصدر عليا الحكم بسنه في الابتدائيه، وغرامه ماليه قدروها 61,250 درهم. استانفت الحكم في 22/6، كان عندي الحكم ديال الاستئناف اللي هو تخفيض العقوبه السجنيه من سنه لعشرة اشهر مع ابقاء الغرامه اللي هي 61,250 درهم. في شهر 1/2024 استفدت من العفو الملكي ما تبقى من العقوبه مع ابقاء الغرامه. خرجت، تم الفصل ديالي من الصفوف القوات المسلحه الملكيه من المحكمه، من طرف المحكمه العسكريه. سجل الاعتقال اللي هو مشيت جبتو من السجل المحلي مدينه بركان، ونسخه ديال الحكم النهائي اللي مشيت خديتها من المحكمه الاستئناف بوجده. عدم النقد، باش غادي ناخذ عدم النقد، في عدم الطعن في الحكم، قالوا لي خاصك تخلص الغرامه اللي هي 61,250 درهم. ما بقاش شي باب ديال شي اداره ما دقيتوش، وهاد السيد هذا رفعت به شكايه في السجن، ديك الساعه في السجن اللي هي مسجله في تاريخ 27/6/2023 تحت الرقم 25/26. جات الضابطه القضائيه عندي للسجن، استمعت ليا، استمعت الاقوال ديالي. من تما ما تليتش عرفت هذيك الشكايه شمن طريق شدت، او شمن مسار اللي هي فيه لحد الان. في 3 في شهر 9/2024 قدمت شكايه ديال النصب والاحتيال الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تيفلت. تم التكييف ديالها والتوجيه ديالها للضابطة القضائية بمدينة تيفلت. مشيت عندهم الدائرة الأولى، قالوا لي الشكاية ديالك أنت راه محسوب على الدائرة الثانية. مشيت للدائرة الثانية، فعلا وصلت الشكاية لتما. فاش بدا الضابط كيستمع لي، قال لي لا أنت راه محسوب على الدائرة الأولى. قال لي راه غادي يتم التوجيه ديال الشكاية ديالك للدائرة الأولى. الدائره الاولى جيت عندهم 3 المرات وانا كنسول على الشكايه، تيقول لك ما وصلتناش. كنرجع للدائره الثانيه، تيقول لك الشكايه راه حنا صيفطناها. لحد الساعه الضابطه القضائيه هنا في مدينه تيفلت ما استمعتش ليا. راه ما يزيد على 12 واحد هنايا كلهم شاد منهم الشيكات. راه كاينه واحد السيده هنايا راه تهبطوا عندها كاع، تهضروا معاها، عندها دافعه له 12 مليون، السيده خدامها في الميناج، عندها 3 دراري. دري وعنده واحد الدري راه مسكين كيخدم غير مع النجاره وكيبيع ويشري، كدير له حلوه وهذه كيخرج كيبيعها، راه داير بها دابا مسجل بها دعوه ديال الافراغ. وكان هو وقف معاها، قال لها ودي راه غادي نوقف معاك باش تاخذي الكريدي ديال الفقاريم. قال لها روجي الكونت ديالك باش تاخذي الكريدي ديال الفقاريم. صدقت ما خدات لا كريدي لا والو، دابا راه داير بها الشكايه ديال الافراغ. يعني اي سلطه تجي هنايا دير بحث، شوف هذا السيد هذا بانه راه شحال من واحد هنا عنده الافراغ. الا كان هذا السيد نبيل وهو تيبني هذا السكن الاقتصادي اللي هو اصلا كياخذ منه دعم من الدوله، وخاص السكن ما يكون يتسلم للمواطن حتى يكون جاهز، عنده دفتر التحملات، راه هو يدلي به امام السلطات باش يشوفوا يعني شنو عنده في هذاك دفتر التحملات. لي 3 سنين للتقاعد ديالي، وكانت لي هي غادا تبقى يعني 3 سنين هذه الى ما دزتش كراد اجيدو. الى دزت كراد اجيدو راها باقا 8 سنين للتقاعد حتى توصل عندك 55 سنة. هذا يعني دمر لي الحياة ديالي كاملة اللي بنيت هذه 28 سنة كاملة دمرها.
لا قيمة بقت عندي قدام الناس، لا قيمة قدام صحابي، لا مجتمع كيرحب بك. يعني حتى العمل لا مشيتي كيقولك اودي انت راه متقاعد ما غاديش نخدموك. يعني الحاجة الوحيدة اللي غتقبل عليك هو الموقف. يعني كتخرج بينك وبين راسك تبقى تقول انا خدمت 28 سنة كلها ضحيتها في الصحراء المغربية وكلها في المنطقة الشرقية، في الاخر انت عايش دابا تقريبا 5 شهور هذه بدون معاش، بدون تغطية صحية، إلا جاب الله غير واحد المرض طحتي ما تلقاش باش تهز راسك، ما تلقاش باش تداوى، ما تلقاش حتى بشي حاجة. يعني كتشوف أنت يا إنسان ولا عنده الأمو ولا التغطية الصحية لجميع المواطنين، يعني كتشوف راسك أنت يعني بحال راك ماشي مواطن مغربي، راك جيتي من شي عالم آخر أو لا نزلتي من شي كوكب من غير كوكب الأرض. شنو الحاجة اللي خصها الدار باش تفك هاد المشاكل؟ الحاجة اللي خصها الدار واللي كنطالب بها هو الإعادة ديال الحكم. هذه هي الحاجة اللي غتنصفني. وهذا السيد هذا يعني واخد مني بالشيك بطريقة غير قانونية، وكما كنقولوا بالعربية ديالنا احنا بالدارجة ديالنا دوز عليا الدكاكة قانونيا. والحاجة الوحيدة اللي كنوجه ليه هو كشخصيا كنقول له دعيتك لله ياخذ فيك الحق، وإلا قدرتي أنك تخدع عدالة الأرض فإن عدالة السماء راه ما غاديش تخدعها. الاقتصاد يخرج عليا انا، ماشي غادمر لي حياتي، خرج عليا نهائيا. يعني انت في عمرك دابا 48 سنه فين غتتجه؟ واش 48 سنه مشيتي التحقتي بصفوف القوات المسلحه الملكيه باقي صغير في اعز شبابك وكلها دوزتيها في الصحراء المغربيه وكتعرفوا يعني معيشه الصحراء كيف ما هي؟ يعني حتى ولادك ما عرفتيهمش كيفاش كبروا، حتى والديك ما عرفتيهمش كيفاش كبروا. كنت نجي كونجي كنضرب 4 شهور 5 شهور كنجي هنا كونجي، ولادك في الاول ما كيسلم عليك حتى واحد، كلشي كيشوف فيك بواحد الشوفه ما نعرف انت منين جيتيهم، ما كيولفوك على نهار ولا يومين عاد كيولفوك. كدوز معاهم 20 يوم ولا هذه كترجع بحالاتك عاوتاني، كتعيش في الغربه عاوتاني 4 شهور 5 شهور عاد كتجي. الرساله الوحيده اللي كنوجه ليه هي تنقول له دعيتك لله، تندعيك الله ياخذ فيك الحق، وكندعيك انك الا قدرتي انك تخدع عداله الارض فإن عدالة السماء أنك ما غاديش تخدعها. وكنوجه نداء لكل حقوقي أو لكل الناس اللي عندهم ضمير حي في السلطات، يعني يدخلوا في هذه القضية ويجيو يديروا بحث في هذه القضية هذه. شنو كتمنى الرسالة الأخيرة؟ الرسالة الأخيرة كنتمنى أنني تنصف وأنني نخرج بالبراءة من هذا الشيء كامل اللي واقع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.